هدي البال يا سعيد، مو كل مرة عندك ألم في الصدر يعني نوبة قلبية. هذه النار اللي تحسها والألم سببهم ارتجاع الحموضة في المعدة. بغض النظر عن خوف سعيد، ضروري نعرف أعراض النوبة القلبية، خاصة إن مع الوقاية والوصول للمستشفى بالوقت المناسب ممكن إنقاذ حياة 90% من المصابين بالنوبة. الأعراض هي في الغالب ألم شديد في الصدر مع تعرق ودوار وشعور بالضعف وقصر النفس، وفي بعض الحالات شعور يشبه عسر الهضم وألم في أعلى البطن وإحساس إنك على وشك الإغماء. وبعض الدراسات قررت إن النوبات القلبية عرضة للحدوث أكثر بين الساعة 5 والتاسعة صباحاً. المشكلة إن تقريباً في 30% من الحالات الأعراض غير تقليدية، وأول شيء تسويه سعيد مع طلب الإسعاف إنك تعطي المريض حبة أسبرين لتخفف لزوجة الدم، لكن بكل الأحوال أحسن وقاية هي في نمط حياة سليم مع أكل صحي ورياضة. وعساكم دوم بصحة وسعادة.